ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. يسأل في تفصيل مسألة حكم الخروج على الحاكم. أرجع حاكم فساد وإفساد أعظم مما يكون، وكل من ينادي بالخروج على الحاكم هذا فاسد مفسد، ولو كان من أتقى الناس فقد وقع في الفساد، وسيفسد على الأمة ما هي فيه، سيفسد عليها الدنيا والدين. يعني الخروج على الأمور، أنا أقول اجعلوا علماءكم هم الذين يخرجون ويقولون بذلك، حتى إذا كانت الرواية صحيحة كلنا ننضم إلى ذلك، حتى تذهب أرواحنا شهداء بإذن الله تعالى، نريد ذلك. لو علماءكم عندهم علم حقا يعني يقوون على إظهار ذلك علميا، فليظهروا لنا وليأتوا بأدلتهم العلمية على الخروج على ولاة الأمور، ونحن سنقول بها، ونكون كما قلت سنكون نحن يعني فدا لذلك، لأننا خلاص خرجنا على بينة. أصيل عندنا من المحكمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة، قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. طب قال لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا واستثنى. شوف الاستثناء هنا، استثناء على العموم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. تريد تخرج، بين لنا الكفر البواح حتى نخرج. وليست المسألة ان هو يجي ويقول لك شوف هو كفر كفر بواح، لا، انا ائتي بعالم جهبذ مجتهد يأتي بكفر وقع فيه الولي الامر ويكون كفرا بواحا لا 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 احتمال فيه بحال الاحوال. ان لم تخرج الامة اثمت الامة باسره، الا اذا كان طبعا يعني غالب الظن ان هي تفنى باسره فقط، المصلحة والمفسدة نظرة مقاصدية. قال: الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون سيكون عليكم سالي منكم، أو قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. فقالوا في الحديث، قال رسول الله: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. أنت شاب دي وضوح كالشمس أقول الآن بالكلام. قال: لا، ما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. حتى العلماء الحنابلة احتجوا بهذا الحديث على كفر ترك الصلاة، لأنه قال كفرا بواحا، فقالوا ترك الصلاة كفر بواحا. لا، ما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. ثم تعالوا نقول أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع هذا من طاعة. أيضا قول ما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أمراء يحفظون حقوقهم ويمنعونهم حقوقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم، أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم. دي محكمات، أي شيء يتمسكون بها شبه، وشبه وهي سهل جدا تردها ردا يسيرا. ما قالوا في سلمان حديث ضعيف، ولو صح في ذلك الباب الصحابي لا يعادله غيره. الصحابي له مكانة، وهذه المكانة الله تعالى أعطاهم هذه المكانة، فولاة الأمور يحترمون ويقرون الصحابة ليس كتوقيرهم لغيرهم، فالمفسدة المخوف منها تقل جدا مع وجود المكانة التي في يعني مع الصحابة. فعندهم شبه واهية، ونسكت نقول للعلماء اطلعوا بينوا لنا ما عندكم، واحنا اول الخارجين واول الميتين باذن الله تحت راية صحيحة. لو كان عندكم في هذا الباب، لو كان عندكم في هذا الباب تفسير سلمان. تعال شوفونا المشوفون بعتوا لي رساله صورها، يبقى انت بتقول بطلنا هذه الرساله وقول له ده، وبعد كده هو هيتفاهم معاك. ممكن صورها هنا؟ صورها. فالمساله عظيمه في هذا الباب. الخروج افساد وفساد واهلاك وهلاك. وقد خرجوا على عثمان بن عفان بتأليب من يهودي خبيث عبد الله بن سبأ، قلب الدنيا كلها على عثمان بن عفان. ولما خرجوا على عثمان بن عفان ماذا حدث؟ قتلوا عثمان، صح كده؟ حصل مقتلة عظيمة. حلبوا بعده ايش؟ قال حذيفة: قتلوه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على ما زعموا، أو رد مظالم على ما زعموا، رد الطغيان على ما زعموا. قال: فلو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا، والله ما حلبوا بعده إلا دما عبيطا.
جعل ابن ابي طالب وجاءت بقى فيها الخروج علنا من بني اميه، فبقى رافضه شيعه عثمان مع شيعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهذا يسب في هذا والثاني يسب في الثالث وضرب. ولذلك حتى محمد الحنفيه ارجع الشيخين، قال مرجع بهذا انه قد ارجع اقر بامامه ابي بكر وعمر وارجع عثمان وعلي. هو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الخلاف عريض في هذه المسائل، لكن هم خلفاء، هم خلفاء راشدين لكن اقول بانه الخروج عليه ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ مفاسد لا اعلم بها الا الله جل في علاه، هيك على دماء ستسال، وحصل في مصر دماء سالت، دماء كثيره، والله ولي هذه الدماء، الله ولي هذه الدماء، دماء سالت كثيره ها بسبب نفس الامر، الجرأة والتحرك على جهل وعدم رجوع للعلماء، يرجع العالم بتاعي بس انا لا اسمع يا اخي، افرض ما اتقنش المسألة، افرض هذا العالم يضغط عليه فكره فبيفتي بسبب الفكر مش بسبب العلم وسعة الاطلاع، يا اخي افهم، ارجع للعلماء الراسخين، المسألة ليست هنا، سالت الدماء، حبست الشباب، حصل قتل وانتهاك اعراض، وحصل تعديات، وحصل ان احنا تراجعنا ايمانيا، وحصل ان حتى اصلا الوسط الملتزم باسره اتهم بانه يعني يقاتل من اجل لعاعة من امر الدنيا، والرعاع كثر، العوام هوام، بس انت على العوام قول لهم كذا، العوام او شتيمه وسب واتهامات في الدين واتهامات في العرض، كل هذه مفاسد اعظم مما انا ادوني، انا اريد شيء واحد فقط يعني فيه شيء من الايجابيه حصلت من مما حدث في هذه الفتنه العظيمه التي تحدث. 90 الجزائر يعني بعدما الاسلاميون الناس وثق فيهم، نعم وما زال الناس تثق فيهم حتى بعدما فعلوا ما فعلوا، الناس ما زالت تثق في اهل الدين. لانه دين الله، لأن المسألة أصلا نابعة من القلوب. لما دخل على عائشة ماذا قال لها؟ تفضل. إني رزقت إيش؟ حبك. المسألة رزق. قال وألقيت عليك محبة، ثم مهما تفعلوا المسألة طالما للدين، الله تعالى هو الذي يهيئ القلوب للدين. الغرض المقصود بعدما الناس جميعا أقروا بالإسلاميين، وش اللي حدث؟ ده فرنسا نفسها اللي دخلت. فرنسا نفسها اللي دخلت. وبعدين ما الذي حدث في الجزائر؟ قولوا لي بالله عليكم، الجزائر من 90 الى يوم الناس هذا يعني كيف تقدمت التزاميا؟ كيف الدعوه في الجزائر من 90 الى الان؟ وكيف تخريج العلماء؟ والجزائر نابضه، الجزائر هذه شرف لاهل الاسلام، ابن باديس وغير ابن باديس، يعني الجزائر يعني نصر تتشرف الامه بمثل الجزائر، لكن ادوني من 90 الى الان ماذا فعلوا؟ يعني كيف فين ابداعات الامه؟ طيب وعلماء الامه النجباء النبلاء ها بكثره ووفره يعني من الجزائر من 90 الى ما نحن فيه الان. من 90 الى ما نحن فيه الان. التوانسه ما فعلوا، التوانسه طبعا طلع ما يعني هم اللي قالوا شراره مش عارف شراره الحب ولا شراره النمر ولا شراره الاسد. طيب بعد حصل ان التوانسه هم اللي فعلوا ذلك، وبعد كده البرلمانات، وش اللي حدث بعد ذلك؟ طلع لهم الطالع صاحب الدين، صاحب الدين بيقول لهم ان الميراث لابد يكون متساوي. يعني رجل اصلا صاحب دين وطلع اهل الدين كفروه. يعني اصلا اقول لك الحزب ده حزب لازم تتنزل، بقى الغايه تولي الوسيله. تونس ماذا فعلت؟ أنا أريد أعرف الإيجابيات التي حصلت. الجعجعة بلا طحن اللي احنا شايفينها ده، والطغاة يا عم سيب الطغاة بقى، ده احنا أطغى الطغاة. والله الذي لا إله إلا هو لو ترأسنا لا يعني لفعلنا بالناس أفعيل. أفعيل. ورب احنا عتاه. عتاه والله، بس الله تعالى بيهذبنا، واحنا أصلا ظلمة في أنفسنا وظلمة في تعاملتنا مع ربنا. يعني أصلا عصاة، ذنوبنا ما يعلمش بها إلا الله جل في علاه. فالحاصل انه المسألة أصعب مما تكون. الدعوة نفسها تموت، وده الحاصل. يعني خروج الدواعش واللي عمل الدواعش واللي عملوه والقاعدة ومش القاعدة، ايش ايش اللي عملوه نصرة للدين إلى يوم الناس هذا؟ خلاص دعنا من الصدق والنية الطيبة ونصرة الدين، هذه ليست لنا. كل صادق له نية طيبة هذا ليس لنا. لما؟ نحن لسنا أربابا. ما هو اصلا بيفعل كده، اما الجنه او النار، ليست لنا. لا نحن الاثار ايجابيه او سلبيه. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يا غفر الله لي بعد ضرب البرجين، انا ما بتكلمش في هذه الامور لكن لازم ابين مقاصد الشريعه، وش اللي حدث لنا؟ وش اللي حدث للامه الاسلاميه بس؟ ده انتهى. ده كان ده سبيل ذريعه
لمحو شيء اسمه اسلام، ذريعه لمحو شيء اسمه اسلام. وده حصل، حصل ان جنود الجنود العلمانيين اكثر من جنود الدبابات والطائرات. هم ارادوا محو الاسلام كمحو من القلوب اصلا ومن الاذهان. وده اللي بيحدث، والى الان الى الان بيحدث، الى الان ذريعه البرجين الى الان بيحدث ذلك الى الان. واشترط على الامم الاسلاميه شروط لا يعلم بها الله جل في علاه، وكل النفقات على الدوله الاسلاميه اصلا، على الامم، على البلاد الاسلاميه. يعني البلاد الاسلاميه خسرانه كل شيء في كل شيء، وما فيش اي مصلحه دينيه ظهرت في هذا الباب. شيخ احنا السودان ايضا لو خلينا على الحاكم كان الدولار ب 30 جنيه، الان في خلال سنتين 600 جنيه. شوف شوف، يعني بعد الخروج على الحاكم كان الدولار ب 30، بعدين 600 الان؟ الان ب 600. كانت العيشه خروج عن العيش كان بالمئة. يا أخي عقاب من الله. أنا أقول لك ليه بقى المسألة إن شاء الله في النهاية، والله أعلم، في هذا الباب الغرض المقصود. هذه فساد ليست بعده فساد وإفساد، يبقى أي واحد يتكلم في ذلك قل له يا أبله يا سفيه اسكت، حرام عليك اللي بتعمله فينا، حرام عليك إن أنت تضيع الشباب، الشباب اللي الأمة بأسرها تحتاجهم. يقول لك شوف المتقاعسين، شوف المتخاذلين، شوف حزب الدكه، مش بيقولوا صاحب بيقولوا ده حزب الدكه، فاهم؟ دكه والسكه، وهيغني محمد منير حزب الدكه وحزب. يا رجل اعقل يا رجل، انت تقتلنا وتقتل الناس، تائد الدعوه نفسها، حتى الاسلام سيشوه بسبب ما تفعل انت. انت لو جعلت المساله يطلع عالم هو اللي يتكلم، انا اقول لك بدل سفيه يطلع يتكلم، خلي عالم يطلع يتكلم. على الاقل لما يتكلم العالم في هذا الباب يقول اخرجوا، هيبقى عنده ايه؟ ميزان علمي، فيظهر ميزان علمي، فيعطي لكلامي ثقل. فأي شاب هيطلع من كلام العالم هيبقى إيه؟ هيقول لك خلاص دمي عنده. لما أنت واحد سفيه طالع بيتكلم في هذا الباب، من هيحمل دمك عند الله كيف؟ هيحمل دمك عند الله كيف؟ فهذه مفسدة عظيمة. والحقيقة بقى كل اللي بيخرج اخرجوا، مفيش مشاكل، اخرجوا. خرجوا ليه؟ لأن محمد، الدنمارك سيثبت محمد؟ ها؟ عيش حرية، عيش عيش حرية وملح عبطية. فأنا أقصد ليه ما خرجت؟ كله بقى يسأل نفسه ليه ما خرجتم ليه؟ ليه ما؟ للدين؟ والله لو للدين لنصركم الله جل وعلا، وإن كنتم حتى أفسدتم. أقسم برب العزة. للدين؟ هل خروجها للدين؟ الناس كلها عملت مظاهرات كثيرة جدا عشان رغيف نقص درهم ولا مش عارف إيه. طيب؟ والأذان ما كانش، ما فيش أذان. لذلك مش بتأذن، مفيش ولا واحد طلع قال يا جماعة فقدنا شعيرة من شعائر الإسلام من الأهمية، ما كفين ولا لسه الله سلام سجد خديش، انتهى الموضوع. أصلا لما الدائرة بتدور على 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 على, 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 على الإخوة، على المسلمين، على الملتزمين، كل العام بيطلعوا يشتموا فين؟ في المسلمين. هيصة يطلع شوف 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 اللي بيلبسوا مصحف الدين عشان الدنيا، انظر هم يعني يقاتلون من أجل وعاء الدنيا، وده اللي بيحدث. فالمسألة عظيمة، المفسدة أعظم مما تكون. لما خرجوا ما خرجوا لله حتى في هذا الباب. وأنا أقول بقى إذا كنت عايز تخرج لله وأنت تريد شريعة الله، طب الشريعة ضبطت بضوابط. الله بيختبرك هنا لو صادق أو كاذب. أردت نصرة الدين، الله جعل له ضوابط، فانصر الدين بهذه الضوابط. إنما هذا سفه. سفه، وسيكون بعده ويلات ثم ويلات. ودائما أقول حذيفة قالها، حذيفة هذا الذي قال إياكم التلون. حذيفة هذا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة هو أعلم الناس بالمنافقين. حذيفة قال قتلوه، قتل عثمان بن عفان، قتلوه يعني طلبوا بعده أمر معروف عن المنكر، قتلوه زعموا أمر معروف عن المنكر. لو كان في قتله الخير، يعني أنت اللي فعلته ده أزحت منكرا وأتيت المعروف، لو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم ورب العزة قد حلبوا بعده دما عبيطا. حلبوا بعده دما عبيطا. وده الحاصل، القتل لم يتوقف الى يوم الناس هذا. القتل لم يتوقف الى يوم الناس هذا. مسألة خروج عورات الامور مسألة عظيمة جدا. إذا أردت أن تنصر الله فإن الله قد وضع لك ضوابط لنصرته. حتى عمر جاء قال فلما نعطي الدنيا لديننا؟ في واحد فيكم جميعا يشك صدق نية عمر لنصرة الدين؟ أجيبوني بالله. لكن لما خالف الوحي هل أخذ بكلامي؟ ها هو هل هو اصلا حتى ارتضى بما فعل؟ قال وفعلت لذلك افعيل، عتق. وقال لمن اعطي الدنيا في ديننا؟ يا رسول الله لسنا الحق لسنا الباطل، فلمن اعطي الدنيا في ديننا؟ قال انا رسول الله ولن اغدر الله. فانتبهوا رحمكم الله،
مسألة الخروج عن ولاة الأمور مسألة فيها مفاسد أعظم مما تكون، لو لم يكن فيها إلا انتهاك الأعراض، سنتهك الأعراض، انتهاك الأعراض لكفى. نحن أصلا نتعدى على حدود الله، فنستغفر الله من ذلك، فما يجوز بحال من الأحوال. كل ما عنده شبه كما أقول لك، كلمة حق عند أستاذ نيش، قال عنده ما تروح له يا عم الشهيد، يا أستاذي، يا سيد الشهداء، أنت مع سيدنا حمزة، روح، عشان لما يعلقك على باب زويلة نقول وهذا مع سيد الشهداء، ما تروح له. بتحقق عليه، مش ده صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال ايش؟ كلمة حق عنده. طب روح، تفضل روح يا عم، روح شوف بات عند قصر، والقصر فين؟ بات عند قصر، اول ما يطلع ادخل قل له اتق الله ربك وان هناك، وبعد كده احنا ان شاء الله هنترحم عليك ونترضى عنك ترضية عظيمة في هذا الباب. انما انت اصلا تلوم علينا دخول يا عملاء، احنا عملاء مع من؟ عملاء لمن؟ نحن لا نبيع ديننا لاحد، وسيظهر الله ذلك، نحن لا نبيع ديننا لاحد، ولسنا اصلا بنعطي لاحد دون احد، او نقدم احد، او نعتبر لاحد، نحن فقط عندنا عقيده نمشي عليها، لا نبيع ديننا لاحد، والله سيظهر ذلك، المساله عند الله، هو الذي يظهر ذلك، نحن لا نبيع ديننا لاحد، لكن عندنا عقيده نمشي عليها، والله لو ما كانت العقيده هذه وكانت عقيده على الضد لكنا في الضد، ورب العزه. من تعاقد مع الله جل في علاه وصدق لابد ان يكون في كل لون مع الله جل في علاه. انتهى، لا يهمنه احد، حياته راح انتهى، ما هو خلاص، مش انت اصلا بتتمناها؟ وبعت نفسك لربك على اي مرجع ان تقتل، انتهى امرك، كن صادق. لكن انا عندنا ضوابط شرعيه، انت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ها، تريد نصرة الدين؟ اذا سر على طريق الدين، مش بهواك، نصرة الدين مش بهواك ولا بحزبك ولا بأميرك اللي بيعته ولا بمرشدك اللي انت أعطيته السمع والطاعة ورميت البشرية كلها تحت، لا، نصرة الدين على طريق الدين فقط، ليس لها إلا ذلك، بطريق الدين. تريد تنصر الدين، الله جعلك إيش؟ جعلك ضابطا تسير عليه. فإن كنت مدعيا أن تريد علو الشريعة، تريد نصر الدين، فكن على الجد ولا تتلون. وقد قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وش قال هو؟ وكم من مريد للخير لم يبلغ. نسأل الله أن تكون هذه الكلمة يسمعها الجميع، وهي تبقى براءة ساحة أمام الله جل في علاه. يعني أنا أصلا كان الناس كلها في المظاهرات، أنت نازل من دبي بنزل أعمل دورات، فبيقول لك شوف 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 عمر 25 معاه شوية مجانين وهو مجنون، الناس كلها في حق في وادي، هو فين؟ هو فضل ونعم الله جل في علاه. وكان أنا أمشي الاقي المهرجانات الكبيره جدا وجايبين سماعات عاليه، طبعا تهز الاركان، كانت دموعي لا تتوقف، واقف واحد صورني قال لي بتعمل انت مالك؟ ما تيجي معانا. انا طبعا لا اسفه، انا اسفه هيعملوا لي طبله، يعني بص هم شغالين فاهم؟ فيعني قلت له اذهب راشدا، قال اذهب راشدا؟ يا عم فكك من الهزب اللي انت فيه ده، يا عم فك ايه؟ انت فكرني زرار، فك ايه؟ افهم تعلم. ما بيسمعوش، لا يسمعون. فالحاصل لابد اذا اردت نصرة الدين جعل الله لك طريقا لنصرة الدين، فامشي عليه، كن صادقا وامشي عليه. ليس على كل ما تهوى يمكن ان تصل، لان الله جعلك عابدا ما جعلك الها، جعلك مربوبا ما جعلك ربا. يبقى واجب عليك ان تقول ما قال الله سمعت واطعت، هذا الذي يجعلك يعني تصل الى النجاة. نعم، تفضل.